رأيك مطلوب والرأي التاني يهمنا بيجامة وشعبه وصورة رئيس حب الوطن في دمك وبرضه في دمنا. أقر وأعترف أنا المواطن بجامة علي بجامة أنني لا أنتمي إلى أي حزب سياسي أو طيار بعيني، اللهم إلا أنني عضو مؤسس في الجمعية العمومية لشعب مصر العظيم، هؤلاء الذين أعياهم تنطع المتنطعين وفتاوى الفتيين وخطط الخائنين وأموال المأجورين، المقر بما فيه بجامع علي بجامع. أعزائي المشاهدين، دي حلقة مختلفة عشان نتكلم فيها مع مصرية من المصريين اللي جنب مش جنب، هنتكلم معاها دلوقتي ونعرف هي مين وبتعمل ايه في رمضان. انا عايز اتعرف عليك. انا اسمي ام شمس. ام شمس، انت مصرية مش كده؟ مصرية. دي شمس؟ لا، شمس صغيرة عندها 6 سنين. دي مين؟ ده معتز. معتز ابنك يعني؟ ربنا يخليك. طب انت بتعملي ايه في رمضان؟ رايحة فين كده وجاية منين يا ام شمس؟ رايحة افطر في المائدة. في المائدة؟ فين المائدة اللي هي فين؟ قدام. ايه ده اللي قدام؟ ليه انت ما عملتيش اكل النهارده؟ لا، انا جوزي متوفي. الله يرحمه، ربنا يرحمنا جميعا. طب انا ممكن اسالك سؤال بما انك معانا هنا في البرنامج؟ تعالي كده بس عشان عايز اسالك سؤال وربنا يقدرك ان انت تجاوبيه. ماشي؟ ماشي؟ اتفقنا؟ عايز اعرف اسمين لزوجات الرسول عليه الصلاه والسلام. تعرفي 2 من زوجات الرسول؟ سيده خديجه. الله يفتح عليكي. والسيدة فاطمة. السيدة فاطمة دي بنته؟ بنت النبي. دي بنت النبي. ستنا فاطمة دي بنت النبي. في واحدة تانية، ستنا خديجة وواحدة تانية. سيدة أمين. إيه؟ لا مالكيش دعوة بيه، ستنا خديجة وحد تاني. لازم تفكري، فكري سؤال يعني. بصي عصري دماغك كده. هي قريبة مننا، المسجد بتاعها قريب من هنا على فكرة. نفسها؟ لا. سقية ست رؤية؟ لا لا، قريبة من هنا. قريبة من هنا. قريبة. السيدة رقية؟ لا قريبة. يعني بتقول 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 الأحاديث لزوجات الصحابة. في مسجد هنا قريب، هنا مسجد كبير عند الكوبري، اسمه ايه؟ مسجد ايه؟ السيدة ايه؟ السيدة زينب؟ لا، هنا عند الكوبري. السيدة زينب ما عندهاش كوبري. السيدة عائشة؟ دي ما هي خايفة تقوليها. أيوة السيدة عائشة. خايفه تقوليها ام شمس؟ انت خايفه تقوليها ام شمس؟ يبقى انت دلوقتي قلتي. قولي لي، ده شرف ليا، ده شرف ليا. رب ماليش دعوه، انا انتبه. ده شرف ليا. ممكن نديها الجائزه بتاعتها عشان هي تعبت، عشان كانت رايحه تفطر في مائده الرحمن. خليكوا واقفين معانا بقى لغايه ما تستلمها. ثواني بقى يا ام شمس، عيدي بقى الثاني السؤال. نعم. ايه؟ خليكي معانا. اسمين بقى، 2 من زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام. انت قلت خديجه. ايوه. والسيده عائشه. الله يبارك لك. انت عايز تستنى لما تاخد الجائزه؟ هو انت يعني يا تاخدي نص فلوسها ليه؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله. يا عم معتز، هات الفلوس، هات الفلوس. في 1000 جنيه هاتها. 500. هتاخدي ايه؟ نص الفلوس. دي هي جايزتها 1000 جنيه. نصها. تاخدي نصها ليه؟ عشان انت اللي جاوبتي. مسامحه، هي جاوبه يبقى هي ساعدتك. احنا كلنا كنا عايزين نساعد. اديها 200 جنيه. لا، هاخد نص المبلغ. انا اللي بقول لك. لا، خد المبلغ. لا وافي، عشان دارس الله. طب يلا خلاص، خدي اديها 200 جنيه. انت 200 جنيه وانا 200 جنيه. معلش بقى، بس هم 500 جنيه مش 1000 جنيه. هي نصيبها جه 1000 جنيه. نصيبها جه 1000 جنيه. بس حضرتك الله يكون في عونك يا عم. بارك لك. مبروك يا ام شمس. محدش ياخد منك الفلوس دي. هتعملي بيها ايه؟ هجيب لبس للعيال وكده. محدش ياخد منك حاجه خالص، محدش ياخد منك حاجه. خد الفلوس معاكي. كل سنه طيب. ربنا بعته لعباده. يا رب. كويس؟ ده فاعل خير. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. رمضان هو رمضان الخير. استنونا في رمضان خير مع دريم بجامع وشعب وفاعل خير. السلام عليكم. بتعدي الايام بينا والفكرة اساس حلمنا، رأيك مطلوب والرأي
دمك.